ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باركولي على اصدارات موسوعه ابداع الادبيه ان شاء الله، وصلت بالسلامه جزء اول، جزء تاني، جزء خامس. ان شاء الله تبقى موجوده في معرض القاهره الدولي للكتاب الجزء الخامس لموسوعه ابداع الادبيه، صادره عن دار الرضا للنشر، اشراف دكتور السيد محمد صابر. انتظروا الموسوعه دي باذن الله لجميع المهتمين بالشعر العامي والشعر الفصحى والقصص القصيرة، عشان القصة القصيرة كمان. الديوان ديوان الموسوعة ده شامل يعني مجموعة كده مختلفة من الايه، من الفنون، شعر عامي، شعر فصحى، قصة قصيرة. فبإذن الله هتبقى موجودة متوفرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. دي إصدارات الموسوعة، الجزء الأول شاركت فيه بخمس قصايد، خمس أعمال، والجزء الثاني شاركت فيه برضو بخمس أعمال غنائية بالمشاركة مع الشاعر أستاذ بهاء اللبودي، شاعر إسماعيلية. وهنا بقى الجزء الخامس شاركت فيه بخمس أعمال، في أعمال جديدة خالص لم تنشر من قبل، إن شاء الله استنوها في الموسوعة، يا رب تعجبكم بإذن الله. وبالإضافة كمان إلى كتابي اللي بعتز بيه، كتابي حبيبي، رسالة الماجستير بتاعتي الفكرة التربوية عند علي مبارك وإمكانيات الإفادة منه في ضوء متغيرات العصر، ضمن سلسلة العلوم التربوية الإسلامية، بحوث علمية رقم ثلاثة، صادرة عن دار الفكر العربي، إشراف أستاذ الدكتور، أستاذ دكتور عبد الرحمن النقيب رحمة الله عليه، وأستاذ الدكتور عادل منصور صالح رحمة الله عليهم، أساتذتي في كلية التربية جامعة المنصورة، ألف رحمة ونور عليهم، جعل الله هذا العلم صدقة جارية عليهم، وجزاهم الله عني وعن طلاب العلم يا رب خير الجزاء، وربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم. الكتاب إن شاء الله يكون متوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وبإذن الله جميع الناس المهتمين بالبحث العلمي بالعلوم الإسلامية، العلوم التربوية، الفكر التربوي، تاريخ التعليم، كل ده هيبقى إن شاء الله موجود في السلسلة. وكمان الكتاب محتوى الناس المهتمية بالفكر التربوي، علي مبارك، أبو التعليم المصري، تاريخ التعليم في من أيام عهد محمد علي وسمى خلفاء محمد علي، كل ده هيكون متوفر في الكتاب. وجميع اراء مع علي التربويه، جميع اراء علي باشا مبارك التربويه في معظم في كتاباته التربويه هتكون برضو متوفره في الكتاب. فالكتاب يعني حجمه حلو كبير كبير شويه، ولكن باذن الله كل ده هتلاقوه متوفر في الكتاب وفي باقي سلسله العلوم. جميع الناس المهتمه بالبحث العلمي يا ريت ان شاء الله تنور المعرض ودار الفكر الايه، دار الفكر العربي. يبقى كده احنا قلنا ايه، قلنا كده جميع الاصدارات، كتبي اللي انا بعتز بيها، الشعر، ديواني، طبعا ديواني ما نساوش، اول ديواني لي، اول فرحتي ديواني، وجاري البحث صادر عن دار همسة للنشر، ادارة استاذ فتحي الحصري، والغلاف تصميم مريم الحصري فنانة الجميلة. وهنا بقى يبقى كده موسوعة ابداع الادبية جزء اول وتاني، الجزء الخامس هيكون متوفر بإذن الله في المعرض. الجزء الخامس ده على فكرة فيه قصايد جديدة خالص ما اتنشرتش قبل كده، يبقى كده دي أعملي. نلقي نظرة كده سريعة عليهم. مين هيقول بقى مبروك؟ سمعوني مبروك. ان شاء الله استناكم في معرض القاهرة الدولي الكتاب، يا رب كده كل سنة متجمعين في الخير ومتجمعين في ارض المعرض، كل سنة وانتم طيبين. الشعر علاء حجازي، باي باي، اشوفكم على خير، سلام.